صلي على النبي وتبسم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم أعزائي المتابعين في درس جديد من دروس السنة السادسة ابتدائي من كتاب في رحاب اللغة العربية، وعلى بركة الله سنبدأ. ودرسنا اليوم هو التعبير الكتابي، كتابة رسالة شخصية. من خلال هذا الدرس سنتعرف على كيفية كتابة رسالة شخصية. أولا سنقرأ النص. صديقتي فيروز، البلدة في، تحية طيبة مباركة. وبعد، فيطيب لي أن أبعث إليك بهذه الرسالة راجية أن تجدك وأفراد أسرتك المحترمة في أحسن حال. لا يخفى عليك صديقتي أن العطلة على الأبواب، ويسعدني كثيرا أن تقنعي والديك بالقدوم إلينا لتتعرفي مدينتي وما تزخر به من معالم قديمة. وختاما دمت لي صديقة وفية، والسلام، صديقتك عائشة. التوقيع. إذن الرسالة الشخصية ليست كالنصوص العادية، وإنما الرسالة الشخصية فيها عناصر يجب ضبطها. إذن من خلال هذا الجدول سنتعرف على عناصر الرسالة الشخصية. إذن لدينا هنا القسم الأول، تقديم الرسالة، البلدة، التاريخ، اسم المرسل إليه، إلقاء عبارة التحية. في بداية هذه الرسالة الشخصية نجد صديقتي فيروز. فيروز هو اسم المرسل إليه، يعني لمن كتب المرسل الرسالة. هنا نجد البلدة أي المكان، من أي مكان أرسلت هذه الرسالة. هنا في، إذن هنا التاريخ، في أي تاريخ أرسلت هذه الرسالة. إذن هنا المكان وهنا التاريخ. ونجد أيضا هنا إلقاء عبارة التحية، التي هذه تحية طيبة مباركة. إذن هذا هو القسم الأول. القسم الثاني، طرح الموضوع. لدينا هنا رفع التحية والسلام إلى جميع أفراد الأسرة، دعوة الصديقة وأسرتها إلى زيارة المدينة، تشويق الصديقة إلى ما ستعرفه من مآثر تاريخية ومعالم حضارية. إذن هذا هو القسم الثاني الذي يتضمن رفع التحية والسلام. هنا وبعد، فيطيب لي أن أبعث إليك بهذه الرسالة راجية أن تجدك وأفراد أسرتك المحترمة في أحسن حال. هنا رفع التحية والسلام إلى جميع أفراد الأسرة. هنا لا يخفى عليك صديقتي أن العطل على الأبواب، ويسعدني كثيرا أن تقنعي والديك بالقدوم إلينا لتتعرفي مدينتي وما تزخر به من معالم قديمة. إذن هنا دعوة الصديقة وأسرتها إلى زيارة المدينة، تشويق الصديقة إلى ما ستعرفه من مآثر تاريخية ومعالم حضارية. إذن هذا هو القسم الثاني. أما القسم الآخر، هنا القسم الثالث، نجد ختم الرسالة التي تكون بهذه العبارة، وختاما دمت لي صديقة وفية، وتنتهي بي والسلام. ونجد أيضا هنا في ختم رسالة توديع المرسل إليه والدعاء له، السلام والتوقيع. هنا نجد السلام، ونجد هنا التوقيع، ونجد هنا صديقتك عائشة. يعني هنا يكتب اسم المرسل، يعني الذي أرسل الرسالة. إذن هذه هي عناصر الرسالة الشخصية، وقمت بتلخيصها هنا لكي تكون لديكم، يعني لكي تراجعوها. إذن لدينا هنا عناصر الرسالة الشخصية، لدينا هنا المرسل وهو الشخص الذي كتب الرسالة وبعثها ويكتب اسمه في أسفل الرسالة، يعني هنا ستجدون، يعني يكتب الاسم هنا. وأيضا المرسل إليه هو الشخص الذي ترسل إليه الرسالة ويكتب اسمه في أعلى الرسالة، هنا في أعلى الرسالة. وأيضا نجد تاريخ ومكان إرسال الرسالة ويكتب في أعلى الرسالة. إذن هنا نجد المكان والتاريخ، أي في أي مكان وفي أي تاريخ كتبت هذه الرسالة. نجد أيضا موضوع الرسالة ومحتوى الرسالة ومضمونها الذي يكون هنا. وأيضا نجد الخاتمة وجزء النهائي من الرسالة وينتهي به والسلام. نجد عبارة وختاما دمت لي صديقة وفية والسلام. أيضا لدينا المرسل هو من كتب الرسالة، يعني صاحب الرسالة المكتوب هنا. انظروا هنا صديقتك عائشة، هنا نكتب الشخص الذي سيرسل الرسالة.
ثم يأتي العنصر الآخر الذي هو التوقيع الذي يكون بجانب كاتب الرسالة هنا التوقيع. ومن بين الرسائل الشخصية ويعني مواضع الرسائل الشخصية هناك رسائل الدعوات، الختان، العقيقة، الزواج، وأيضا رسائل اعتذار أو التهنئة أو الشكر، يعني أهم المواضع التي يعني تكون في الرسائل الشخصية. وظفوا المهارة في جمل، أتدربوا على كتابة رسالة شخصية إلكترونية. هنا لدينا إثبات البلدة والتاريخ واسم المرسل إليه وإلقاء عبارة تحية، يسعدني أن أخبرك بوصول، أرجو أن ترفعي سلامي إلى، كم كانت سعادتنا كبيرة، سأحضر رفقة والدي لنتعرف، أشكرك صديقتي وإلى أن نلتقي تقبلي السلام، ثم التوقيع. إذن هذه العبارات سنستعين بها هنا لكتابة رسالة شخصية. إذن هنا قمت بكتابة نموذج لهذه الرسالة وكالتالي، هنا كتبت صديقتي عائشة الحسيمة في 18/2023، تحية طيبة مباركة، وبعد فيسعدني أن أكتب لك هذه الرسالة راجية من الله أن تجدك وأفراد الأسرة الكريمة في أفضل حال، أرجو أن ترفعي سلامي لجميع أفراد أسرتك المحترمة، كم كانت سعادتنا ونحن نتفق على زيارتكم، وأخبرك بأنني سأحضر رفقة والدي الكريمين لنتعرف على ما تتميز به مدينتك من معالم سياحية، وختاما دمت صديقة وفية ومخلصة، وتقبلي مني أسمى العبارات والمتمنيات والسلام، صديقتك فيروز التوقيع. إذن هنا وظفت جميع عناصر كتابة الرسالة الشخصية. ولدينا هنا أيضا أستعد للإنجاز، أكتب رسالة إلكترونية إلى صديقي أو صديقتي، أطلب منه أو أطلب منها ذكر أهم معالم الحضارية التي تزخر بها مدينته أو مدينتها. إذن هنا كتبت نموذج لهذه الرسالة. هذه هي الرسالة، صديقتي مريم الحسيمة 10/10/2023، تحية طيبة عطرة، وبعد فيسعدني أن أبعث إليك بأشواقي وتحياتي، راجية من الله أن تجدك رسالتي وأفراد أسرتك الكريمة في سعادة وصحة وعافية. لا يخفى عليك صديقتي الغالية أن العطلة على الأبواب، فأقنعت والدي بزيارة مدينتك، فأرجو منك ذكر أهم المعالم الحضارية التي تزخر به، وختاما دمت لي صديقة وفية والسلام، صديقتك المخلصة ليلى التوقيع. إذن أيضا هذه الرسالة وظفت فيه عناصر الرسالة الشخصية. سنرى الرسالة الثانية هنا أيضا، لدينا هنا أكتب رسالة إلكترونية إلى صديقي صديقتي، أعرفه أعرفها فيها بمدينتي وأدعوه وأدعوها لزيارتها. إذن أيضا هنا كتبت نموذجا لهذه الرسالة التي هي كالتالي، هنا كتبت صديقتي لمياء الحسيمة في 11/10/2023، تحية طيبة مباركة، وبعد فيطيب لي أن أبعث إليك بهذه الرسالة داعية الله أن تجدك وأسرتك المحترمة في أحسن الأحوال. صديقتي العزيزة، كم يسعدني أن أدعوك لزيارة مدينة رائعة التي تضم أهم المعالم السياحية، ومن أبرزها شاطئ كيمادو الذي يتمتع بطبيعة خلابة، وفرصتك لممارسة الغوص ومشاهدة وتصوير أجمل المخلوقات البحرية النادرة في قاع البحر، بالإضافة إلى شواطئ أخرى كشاطئ بوسكورا، كالابونيتا، تالا يوسف والسفيحة إلى غير ذلك. ويوجد أيضا قلعة أربعاء توريد وميناء الحسيمة وإلى غير ذلك من المعالم التاريخية، فجمالها وسحرها خارق للعادة. وختاما تقبلي مني خالص التحيات وبلغي سلامي الحار إلى أسرتك الكريمة والسلام، صديقتك الوفية سعيدة هنا التوقيع. إذن هنا قمت أيضا بتوظيف جميع عناصر الرسالة الشخصية. أتمنى أنكم استوعبتم كيفية كتابة الرسالة الشخصية، وأيضا هذه النماذج التي كتبتها
إن شاء الله ستستفيدون منها. الحمد لله انتهينا، إن شاء الله سنلتقي في صفحات أخرى. دمتم في رعاية الله وحفظه.